الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إحدى القضايا المهمة التي يجب أن نضعها أمام أعيننا دائما قضية الشباب. هؤلاء الكبار الذين نراهم الآن، هؤلاء الحكام، هؤلاء القادة، هؤلاء النواب، هؤلاء الخطباء، مراجع التقليد، المؤلفون، المحققون، في يوم من الأيام كانوا أطفالا، وفي يوم من الأيام كانوا شبابا، ولكن ذلك الطفل وذلك الشاب نما وتحول إلى حاكم أو تحول إلى قائد. وهؤلاء الأطفال الذين نراهم الآن، كل واحد منهم، كثير منهم، في يوم من الأيام يكونون كبارا، وكثير منهم تكون بيدهم مقاليد الأمور، الأمور الدينية أو الأمور الدنيوية. هذا القائد المعروف، ولا علينا بقضيته الآن، الذي كان يقال له حمويه، وكان حاكما في مناطق من إيران، يوم من الأيام كان رجل فقير عليه ثياب خلق. هذا الرجل الفقير الذي عليه ثياب خلقه في يوم من الأيام تحول إلى حاكم، وعندما كان يطلب من الإمام الرضا صلوات الله عليه أن يكون شفيعا إلى الله تعالى في أن يجعله حاكما، هذه كانت حاجته. كان هنالك فقير آخر بجنبه وقال: مثلك يطمع في الملك، وضربه برجله، الفقير الثاني. نعم، مثل هذا الرجل الفقير الذي يتحير في غذائه وعشائه، يوم من الأيام يتحول إلى حاكم. وفي التاريخ أكو أنه كان واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، هذا كان راعي للغنم. في يوم من الأيام هذا الراعي للغنم الذي لم يكن يؤبه به قعد على صدره كأنه أبو جهل مهشكل، وأراد أن يقطع رقبته. أبو جهل جدا كان متأثر، قال: حتى أنت يا رويع الغنم، له عبارة شبيهة بهذه العبارة،
اللي إذا واحد يريد يقتلني واحد ثاني مو راعي الغنم أو رويع الغنم يقتله، بل هو هذا رويع الغنم في يوم من الأيام يتحول إلى واحد يقطع رقبة أبي جهل مثلا، وصاحب القباء الأصفر اللي في يوم من الأيام كان يستجدي، هذا يتحول إلى الحاكم على أعظم إمبراطورية في هذا الكون. الآن الحكام والقادة والرؤساء الذين تجدونهم في يوم من الأيام كل واحد منهم غالبا كانوا هالشكل، واحد منهم فقير كان لا يعرف كيف يدبر عشاءه، واحد منهم كان راعي غنم، واحد منهم كان ساعي بريد، واحد منهم كان كذا، ثم كبر. الله تعالى جعل الكون كله على هذا النحو، أن الأشياء المتواضعة تنمو وتنمو وتكون شيئا. أكو هنالك مثال يقول هذا المثال، إن جميع الأشجار التي تجدونها الآن في العالم في يوم من الأيام كانت نواة، هذه النواة أخذت الطاقة التي أوجدها الله تعالى في الكون والأملاح التي جعلها الله في التربة وبقية الطاقات الكونية وتحولت إلى شجرة عظيمة. هي هذه الشجرة في واقعها هي تلك النواة، وتلك النواة هي هذه الشجرة. لذلك في الواقع هذه النظرة نظرة الاحتقار إلى الأطفال، نظرة الاحتقار، ربما واحد لا يعبر بهذا اللفظ، ولكن في واقعه شنو قيمة هذا الشاب؟ ما هي قيمة هذا الطفل؟ هو هذا الطفل الذي لا قيمة له في يوم من الأيام يمكن أن يكون القائد الأعلى للبلاد. الليلة إن شاء الله إذا رحت إلى الحضرة وشفت واحد، إن شاء الله روحه حتما، وشفت فد واحد طالب من طلبة العلوم الدينية واقف في حالة تضرع ودعاء وابتهال، هو هذا في يوم من الأيام يمكن أن يكون مرجع التقليد الأعلى للشيخ. هو هذا، هذه النظرة نظرة الاحتقار، هو نظرة التواضع، هذه يجب أن نبعدها عن أفكارنا، ويجب أن نعلم أن مصائر البلاد والعباد في يد هؤلاء الشباب بعد فترة قليلة، وبيد هؤلاء الأطفال بعد فترة قليلة. ماذا ينبغي علينا أن نفعل؟ هنالك أشياء كثيرة، نحن نذكر ثلاثة من هذه الأشياء من باب التذكير، ولعله من باب نقل التمر إلى هجر. الشيء الأول الثقافة الموجه. أنا أذكر لكم هذا المثال المتواضع، قضية الحجاب، هذه القضية المهمة. أنتوا إلى الآن كم كتابا وجدتم حول الحجاب؟ نحن المتدينين كم كتاب كتبنا حول الحجاب؟ هذه المرأة، هذه الفتاة نريد أن نقنعها بالحجاب. ثلاثة طرق. الطريق الأول الإكراه، هذا الطريق الأول.
الحكماء عندهم قاعدة الجبر لا يدوم، وعندهم قاعدة ثانية الجبر لا يكون دائما ولا أكثرية. الجبر حالة محدودة وتمثل الأقلية، وقت محدود تتمكن أن تجبر هذه الفتاة على الحجاب، ولكن بمجرد ما ترتفع حالة الجبر تعود إلى طبيعتها الأولية. يمثلون لذلك طبيعة الأشياء الميل إلى المركز كما يقولون، هذه طبيعة الأشياء. أنتوا بالقوة الضاغطة أخذوا شيئا وارموه إلى الأعلى، هذه القوة الضاغطة ما دامت وراء هذا الضغط يمشي إلى الأعلى، يرتفع إلى الأعلى. بمجرد ما هذه القوة الضاغطة تتوقف الشيء يعود إلى حالته الأول. مهما كان الضغط ومهما كان الإكراه، الإكراه له أمان وينتهي. إذا تتحجب هذه المرأة أمامكم أمام أبيها مثلا، عندما تطلع في الخارج تخلع حجابها، إذا تتحجب في هذا البلد تخلع حجابها في بلد آخر، إذا تتحجب لأنها مجبورة تتحايل على الحجاب، تتحايل على القانون، ما لك طريق. هذا هو الطريق الأول، طريق الإكراه. الطريق الثاني طريق الإغراء. الإغراء يعني شنو؟ الإغراء يعني تعطي المكافأة للطفل حتى يصلي صلاة الصبح مثلا. الإغراء مؤقتا ومحدود الأثر. الإكراه لا ينفع على امتداد الزمان، الإغراء لا ينفع على امتداد الزمان. ماكو هنالك طريق إلا الإقناع. هذه المرأة يجب أن تقتنع بالحجاب. القناعة ماذا يصنعها؟ الثقافة. كم كتاب إلى الآن وجدت حول الحجاب؟ أنا فيما أتذكر الآن ربما ما وجدت 20 كتاب حول الحجاب. ما أدري أنت وجدت 20 كتاب حول الحجاب؟ من كل كتاب من هذه الكتب كم نسخة طبعة؟ 1000، 10000. أفرض من هذه الكتب طبع 100000، 200000، 300000، 1,000,000، كم فتاة أكو الآن عندنا؟ يعني إحنا ما تمكننا أن نعطي للفتاة الواحدة حتى كتابا واحدا. من تقتنع بالفجر؟ إلا الجبر. أن نجبر كل فتاة في العالم الإسلامي وفي العالم الغربي على الحجاب يمكن؟ ما يمكن. بينما في المقابل الثقافة المضادة تعمل ليل نهار. واحد من الإخوة كان في الغرب من الإخوة المؤمنين، قال أنا ألقيت محاضرة حول الحجاب، أنا شفته في مشهد قبل حوالي شهر في مجمع فيه رجال وفيه نساء، فيه مسلمين فيه مسيحيين. قال تحدثت ضمنا حول الحجاب في محاضرتي في أستراليا. قال امرأة إيطالية مسيحية كانت ضمن الحضور، بعد ذلك نقل لي أن هذه المرأة المسيحية تحجبت، قالت أنا اقتنعت بالحجاب، مو من منطلق شرعي إسلامي، لا من منطلق عقلي إنساني، تحجبت هذه المرأة وهي باقية على مسيحيتها.
يعني مؤثر. كل الأفراد ما عندهم عناد مع الحق، ولكن الحق لم يعرض عليه. إحنا إذا كنا نتمكن أن نعطي لكل فتاة كتابا واحدا حول الحجاب، هذا شيء قليل ربما يكون واحد في مقابل المليون. إذا الثقافة المضادة تشكل المليون، هذا يعتبر واحد في قبال المليون، وهذا ما عد. رأيت في تقرير، طبعا هذا التقرير لم يشمل جميع الطلاب، بعض الطلاب، جديد هذا التقرير، يقول الشاب الذي تخرج من الثانوية، تقرير باللغة العربية، الشاب الذي تخرج من الثانوية كم عمره؟ يعني بدايات شباب، يقول هذا قضى من عمره المعدل 15,000 ساعة في مقابل التلفزيون. وكم قضى تحت المنابر؟ كم ساعة قضى تحت المنابر؟ شيخ إبراهيم الله يرحمه في الكويت كان يقول واحد قال لي لماذا خطب الجمعة لا تؤثر في الأفراد، فأجبته أنه خطب الجمعة تؤثر في الأفراد تأثيرا عميقا، ولكن خطبة الجمعة 30 دقيقة في الأسبوع، بينما الإعلام المضاد يشتغل ليل نهار لتخريب هذا الأثر. حقيقة رقم هائل. الشاب المتخرج من الثانوية هذا قاضي 15,000 ساعة في مقابل التلفزيون، وأغلب البرامج التلفزيونية كما تعلمون برامج مخربة إما للدين أو للأخلاق، حتى البرامج الحيادية، حتى البرامج العادية. في مثل هذا الجو طبيعي أن الأغلبية، أغلبية الشباب، أغلبية الفتيات، عقيدتهم فيها إشكال، أخلاقهم في إشكال، التزامهم الديني في إشكال، طبيعي. كان أحد الشباب جاي عند العم حفظه الله قبل يمكن شهر أقل في هذه الحدود. الحقيقة هذا النموذج من نماذج الشباب، ومن هؤلاء النماذج بالملايين أكو، إذا لا نقول بمئات الملايين. العم طلبه حتى يشوف شنو عنده شغل، فإجا قعد عند العم قال له تفضلوا. هو في مقدمة الجامعة، بهدوء كان يقول هذه الكلمات، كان يقول إنني أكره العلماء، ناقل الكفر ليس بكافر. بس جاي في بيت السيد وقاعد عند السيد وضيف السيد، يقول إنني أكره العلماء، بهدوء إنني أكره الدين والعياذ بالله. هذا إذا هنا هالشكل يتكلم بالجامعة شنو يقول؟ وأنا صاير لي فترة لا أصلي، ما أصلي، تركت الصلاة. لهذا إذا تعرضوه على الفقهاء ربما يقول كثير منهم إنه مرتد فطري بهذه الصراحة. العام قال له ليش جاي هنا؟ قال في الواقع أنا شفت منكم كتاب كتيب، وأعجبني هذا الكتيب فأجيت أشوفكم. العام تحدث معه كم دقيقة،
كم دقيقة، وإذا بالدموع تتجمع في عيني هذا الشاب، دموع الندم، وكاد أن يبكي، لكن خجل أمام الحاضرين أن يبكي، فبسرعة طلع برا حتى برا يبكي. العام قبل ما يطلع قال لي أنت من الليلة ابدأ بالصلاة، صلاة المغرب والعشاء، وقبل ما تقول الله أكبر قول أعتذر إليك يا الله. اليوم الثاني اجي قال أنا من البارحة بدأت بالصلاة، واليوم الثالث واليوم الرابع، 4 أيام كأنه كان يجي هنا. قال أنا التزمت بالصلاة. كلمات، سأنا مو في صدد نقل هذه الكلمات. شنو قال له؟ الرجل الذي ربما يعتبر في المقياس الفقهي مرتدا فطريا عند بعض الفقهاء، هذا على أثر كلمات يتغير. يعني في الواقع مؤثر، الكلام مؤثر، الكتاب مؤثر، المنابر مؤثرة جدا. أنا قلت لبعض الإخوة مرارا وتكرارا أن هذا المقدار من الإيمان، من الولاء، من التدين اللي عندنا ربما يكون معظم رهين المنابر، المنابر الحسينية، يعني جدا مؤثرة هذا، ولكن قليلا. احنا في الواقع ينبغي علينا ان نحاول ان هذه الثقافة، الثقافة الدينية، ان نحاول ان ننشرها بمقدار الامكان. يعني انتوا اذا طبعتوا 1000 نسخة حول الحجاب من كتاب، يمكن هذا يكون عامل في هداية 1000 فتاة تتحج. هذا المطلب الأول، الثقافة الموجهة والثقافة الموجهة. المطلب الثاني، صناعة البديل. إحدى الأشياء التي نجدها في الدين أنه طريق مغلق، ما عند الدين لا يقول هذا حرام فقط، يقول هذا حرام وهذا حلال، السفاح محرم والنكاح حلال. المسيحية فيها طريق مسدود، تقول النكاح لعلماء الدين الكبار هذا محرم أو كذا وشبه محرم، طريق مسدود المسيحية الفعلية المحرف. أما في الإسلام يقول السفاح محرم والنكاح حلال، مثنى وثلاثة ورباع 4، هذا في النكاح الدائر. في النكاح المنقطع لا عدد له، يعني حتى إذا واحد يريد يتزوج 1000 امرأة بالنكاح المنقطع ما بيش. وقديما كان هنالك شيء يقال له ملك اليمين إلا على أزواجهم، اللي يشمل النكاح الدائم والمنقطع، أو ما ملكت أيمانهم. هذا ما إله حتى إذا واحد يملك 1000 امرأة، شيء حرام في مقابله حلال. هذا الشراب محرم في مقابله ألوف الأشربة المحللة، هذا الطعام محرم في مقابله ألوف الأطعمة المحللة. وبعض العلماء ذكروا في قضية آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، الله تعالى نهاه عن شجرة واحدة، ولا تقرب هذه الشجرة، يعني في طول الجنة وعرضها كل شيء حلال إلا شجرة واحد. قايلين هذا مثال لطيبات الدنيا،
كلها محللة وأشياء محدودة محرم، هذا معناه البدء. الآن في الواقع يختلف عن الماضي. في الماضي الحاجات كانت محدودة، كل يوم يمضي حاجات المجتمع تكثر. قبل تلفزيون ما كان، راديو ما كان، شوارع ما كان، سيارات ما كان، طائرات ما كان. مثل الآن إذا تروحون إلى قرية بعيدة متخلفة، شنو حاجاتهم؟ حاجات محدودة. الآن في الواقع المجتمع كثرت حاجاته، ونحن نقول للشباب لا، هذا لا يكفي، يحتاج إلى نعم. المجلات لا تقرأوها، المجلات أغلبها مجلات منحرفة، فأين المجلة الصحيحة؟ بديل يحتاج. عندنا مجلة صحيحة بالمقدار الكافي. الجرائد لا تقرأوها، أكثرها منحرف. عندنا جريدة صحيحة بالمقدار الكافي. كم جريدة شيعية مستقيمة أكو في العالم العربي؟ أكو 5 جرائد تعلمونها. التلفزيونات لا تروها، فما هو البديل؟ يعني واحد يتمكن يواجه 10 و100 و1000 بمنطق النافي، ولكن ما يتمكن للجميع أن يواجههم بهذا المنطق، منطق النافي. يحتاج إلى نفي ويحتاج إلى إثبات أيضا. هذا في الواقع يحتاج إلى اهتمام. وبداية هذا الشيء أن علماء الدين يجب أن يوجهوا المجتمع إلى تشكيل اللجان الاجتماعية لحل مشكلات الشباب. قبل كم يوم امرأة كانت جاية في هذه الغرفة وجماعة كانوا قاعدين، كانت تنقل للعام أن بنتها ضاعت، بنتها الجامعية. ونقل لأحد الإخوة أن ضياع وفي الواقع فرار كثير من الفتيات الجامعيات ظاهرة منتشرة. يعني في الواقع هذه المشكلة تحتاج إلى حل. هذه المرأة بلغت 30 من العمر وماكو هنالك حل لهذه المشكلة. هذا الشاب بلغ 30 وماكو هنالك حل لمشكلته. إلى متى نقول له لا؟ ما يحتاج إلى نعم. إذا إيمانك قوي جدا من خالف يتقيد بالضوابط الشرعية. أما إذا شوي إيمان ضعيف، يوسف صلوات الله عليه قال لله تعالى وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذا ما يحتاج إلى جماعات يفكرون في حل هذه المشكلة الاجتماعي. الشباب لا يتمكنون من الزواج والفتيات لا يتمكن من الزواج، ونحن نكتفي بالنفي فقط أنه لا تدخل في طريق الحرام، هذا كل شيء، ولكن يحتاج أيضا إلى مكمل. هذه النقطة الثانية، الثقافة الموجهة أولا وصناعة البديل ثانيا. والنقطة الثالثة التي هي مهمة جدا في تعاملنا مع الشباب، القدوة العملية. الحقيقة الناس ينظرون إلى الأفعال قبل أن ينظروا إلى الأقوال، ولذلك أكو في الحديث يذكركم الله رؤيته، أنه واحد عندما يشوف هذا العالم أو هذا المتدين يتذكر الله تعالى. أكو قضية الآن ما أريد أنقلها، أن شخصا قال لشخص بعيدا عن الخصوصيات
اللي أنت أسوأ دعاية لأفكارك. عندك أفكار لكن الناس عندما يشوفون هذا الواقع العملي يرون أن هذا دعاية مضادة لأفكاره. أحيانا بعض المتدينين يكونون كذلك، وبالذات إذا شوية ارتقى في المقامات العلمية أو الاجتماعية يتحول إلى موجود آخر. الحقيقة هذه النقطة مهمة جدا. واحد من الأفراد، ولعلي نقلت لكم ذلك أو لبعضكم فيما مضى، كان يقول ذهبت إلى العراق فرأى بعض الأشياء من بعض المتدينين فقال فكدت أشك في ديني وأشك في الآخرة أنه حقيقة إذا آخرة موجودة فلماذا هؤلاء المتدينون يقومون بهذه الأعمال؟ قال إلى أن رأيت ثلاثة من العلماء، واحد منهم الحاج آغا حسين القمي رحمة الله عليه، اللي حقيقة كان مثالا وإلى الآن هو مثال، فعاد إيماني وعاد يقيني. كان واحد من الإخوة الحاج آغا حسين القمي رحمة الله عليه كان مقيد جدا، ومن جملة الأشياء اللي كان مقيد بها جدا كان مقيد أن لا يكذب أو لا يقول كلام فيه رائحة الكذب أو لا يقول كلام فيه شبهة الكذب حتى إذا إلى تأويل صحيح. جدا كان مقيد. نقل لأحد العلماء أو أحد المتدينين في مشهد هذه القضية كانت جديدة، كنا سامعين قضايا عن الحاج حسين القمي رحمة الله عليه. قال في يوم من الأيام جاءه فقير وطلب منه شيئا. يبدو الحاجة جدا كانت ضاغطة، مثلا أفرض كان يريد يشتري بيت ما كان عنده بيت، فطلب منه مالا لشراء البيت، ثم قال له إما أعطوني هذا المال وإما كتلوني، واحد من الاثنين. إذا ما تعطوني هذا المال الحياة لا تنفع. القمي رحمة الله عليه قال لي أنا ما أتمكن أكتله، بس ما أدري طال المال اللي كان يتوقعه أو لا يتوقعه. على كل حال كان في مقدوره ما كان في مقدوره، الفقير ذهب. فجأة انقدحت هذه الشبهة في ذهن القمي أنه لا يكون هذا الكلام كذب، فطلب إما نادى أو قال واحد نادو، فإجى يلا أنا أقدر أكتلك ولكن ما أريد أكتلك. وقال أنا ما أقدر أكتلك، وهذا الكلام وإن كان إلى تأويل، وتأويل هذا الكلام يعني أنا ما أقدر من الناحية التشريعية أن أقتله، ولكن هذا الكلام يحتمل أنه أني لا أقدر من الناحية التكوينية أن أقتله. قال أنا أقدر أقتلك ولكن ما أريد أقتلك. يعني الدقة إلى هذا الحد، أنا ما أقول أنه لتكن لكم الدقة إلى هذا الحد، الكلام مو في الفعل في الفاعل، أنه هذه أية روحية كانت عنده. من المعروف عنه أنه ما كان عندما يريد أن يؤدب أطفاله مثلا ما كان يقول لا تفعل هذا العمل وإلا أؤدبك، كان يقول وإلا محتمل أؤدبك محتمل أضربك، لأنه مع أن العلماء يقولون خلف الوعيد هذا مو كذب ما بإشكال، خلف الوعيد ما بإشكال عند مشهور الفقهاء أو عند معروف الفقهاء من الناحية الفقهية، ولكن كانت عند شبهة ليكون هذا كذب، كان يقول محتمل. الناس عندما يشوفون مثل هذا العالم، الكلام مو في الفعل في الفاعل، يعني هذه النفسي،
ولذلك تجدون أنه ربى جيلا من المتدينين، الأفراد اللي عاشروا الحاج أبا حسين القمي وأمثال هؤلاء، كثير منهم متدينون مؤمنون حقيقة معتقدون، لأنه هذا الوجود كان له إشعار. أنا شايف بعض المتدينين في بعض النقاط شوية يرتقون في مدارج العيل أو الاجتماع، تعاملهم مع المجتمع يتغير، حتى نظرتهم إلى المجتمع تتغير، نظرة العين. عندما كان رجل عادي كان ينظر إلى المجتمع بنظرة عادية، عندما شوية ترقى ينظر بنظرة ثانية وكأنه ينظر إلى المجتمع من عال. هذه الأشياء كلها ملحوظة، يعني الناس ينظرون إلى هذه الأشياء ويلاحظون هذه الأشياء. أنا شايف بعض المتدينين ما يسلمون على الشباب، يعني الرجل يعيش في محله يدخل إلى بيته ويخرج من بيته لا يسلم على أحد ولا يسلم عليه أحد، لا يعرفه أحد ولا يعرف أحدا، وهذا خلاف عمل النبي صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله في الحديث المعروف كان يقول 3 أو 5 لا أتركهن حتى الممات، على ما ببالي حديث الشكل، واحد منها السلام على الصبيان. النبي صلى الله عليه وآله كان يسلم على الأطفال، ونحن المتدينين بعضنا نجد مجموعة من الشباب في محلتنا في بيتنا لا نسلم عليهم ولا يسلمون علينا ولا يقومون لنا، القيام مو مهم أن يقوم أو لا يقوم، ولكن الكلام هنالك فاصلة بين المتدين وبين الشاب، فاصلة نفسية، فاصلة شعورية، فاصلة خارجية. وحقيقة هذا الكلام الذي قاله ذلك الشاب هذا كلام الكثيرين، ولكن بعضهم يظهرون وبعضهم لا يظهرون. إحنا في الواقع يجب علينا، ينبغي علينا أن نحاول بسلوكنا وأخلاقنا ونظرتنا ومشينا وكلامنا أن نكون قدوة عملية للمجتمع، لأن حقيقة هؤلاء الشباب في المستقبل بيدهم الأمور. إذا كانوا متدينين يوجهون المجتمع إلى الخير، وإذا والعياذ بالله كانوا طالحين يوجهون المجتمع أو يجرون المجتمع إلى الانحراف. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.